كلمنا عن أسرة نيافتك، عاداتكم، ارتباطكم ببعض، ايه أهم الحاجات اللي يمكن عالقة إلى الآن في ذكر نيافتك، في ذاكرة نيافتك، خاصة بعلاقتك بالأسرة؟ كان الأب والأم طبعا كانوا موجودين، وإحنا كنا 5 إخوات، ولدين وثلاث بنات. كنت أنا الأخ الأكبر، وبعدين في بنتين، وبعدين في ابن، وفي بنت في الآخر. كهنوت دخل العيلة، بس بقى لما كبرنا يعني دخل العيلة. الأخت الصغيرة خالص يعني كان زوجها أبونا أنطونيوس لطيف حنين في لوس أنجلوس في أمريكا. الأخت اللي قبل الأخ كانت زوجة كاهن في اسكندرية، أبونا جورجيوس. وليا عم راهب في دير البراموس. الأسرة كانت مرتبطة جدا بالكنيسة، ونشأت في الأسرة دي. الأب محب قوي للكنيسة، احترم الكهنوت قوي قوي. الوالد كان مثالي قوي، وكان بيطلب مني المثالية وأنا مش قدها، لكن كان في محبة كبيرة جدا صامتة بيني وبينه، واتعلمت منه كتير قوي. وكنت دايما أسميه إنه هو رجل من رجال الإيمان. كان الميل أكتر للأم، هي كانت كنسية قوي لأنها كانت تحب الألحان خالص، يعني ألحان الكنيسة. وكانت أغلب وقتها صامتة، وعمري ما شفتها في يوم من الأيام بتعتب على حد، وكانت شخصية رقيقة بصفة عامة. يعني نيافتكم كنت الأخ الأكبر لاثنين من البنات، كنت حريصا علاقتك تبقى بيهم إزاي سيد؟ هو الحقيقة أنا تمثلت بالأب، يعني لأن الوالد ما كانش يفرق بين ولد وبنت خالص، وما حسيتش إن هو بيميزني عنهم. كمثل قدامي أشوفه قدامي بيعامل الوالدة باحترام شديد قوي، وكان يتكلم عنها كلام كويس، وأحيانا يقول لي دي قديسة. فكان يعني إدى انطباع إن الست لها مكانتها، ودي فعلا انطبعت في حياتي. يعني ما أعرفش، يعني ما عنديش بقى فكرة التمييز بين ولد وبنت أو راجل وست، أو إن الراجل أفضل من الست، دي يعني ما ورثتهاش. هو أنا تربيت في دمنهور، وكان الكاهن اللي اترسم جديد كان أبونا بولس، وهو كان خريج كلية هندسة، وتقريبا أول كاهن خريج جامعة يترسم في الكنيسة. أبونا بولس تربينا على أيديه، وتربينا في مدارس الأحد على أيديه، واستفدنا كتير من، لأن هو كان أصلا من الجيزة، ومدرسة الجيزة كانت نشيطة قوي في الخدمة. فيعني بالإضافة إلى أن كان فيه يعني خدام حلوين قوي كانوا بيخدموا معنا. الاثنين بقوا كهنة، يعني الخدام اللي كنت يعني قريب منهم قوي أصبحوا كهنة. الاثنين بقوا كهنة. كنت حريصة يكون في صداقات كمان فترة الدراسة لحد ثانوي كده؟ كان في صداقات، بس كانت في حدود، لأن برضو البيت كان له تأثير إنه نحب الجميع ولكن في حدود. ما فيش اندماج وما فيش خلطة قوية بالنسبة للكل، يعني بدون تمييز. يعني في البيت له احترامه وله قدسيته، وإحنا ما تعلمناش إن إحنا نكره أبدا. تعلمنا ان احنا نحب كل الناس يعني، لكن اللي كان بيحافظ على المحبة دي اللي هي الحدود، ان احنا زي ما بيقول بستان الرهبان، يعني الدالة ريح سموم، فالدالة او العشم الزيادة عن اللازم ده ممكن يجي في فترة ويقلب ويبقى